الاتصالات ديالنا والاطباق ديالنا، وغنتسنى ناجيه الصراحه تكون معنا من خلال لاباج. وغادي ناخذ عاطفه معايا من اكادير، مرحبا بك. السلام عليكم. صباح النور. اهلا فدوى، مرحبا بك، تحيه كبيره لك، تفضلي. تحيه لكم وتحيه للطاقم. بارك الله فيك. تحيه للمستمعات كلهم وتبارك الله على الناجيه. نعم. عندي المشاركة ديال اليوم هي الفطر المشلتت. الفطر المشلتت يا اختي، ايه ده المصري. مصريه هاد الوصفه أي. يمكن ياك اي مصريه بالطريق باش قلتيها. وهاد الفطر يمكن هو بحال مسمن ولا بحال مسمن هو كنشوفوا في المسلسلات ديالهم. كيف تقديها عطيفه؟ حنا دابا نقدموا على المائده ديالنا، ما بقاش غير نشوفوا في التلفازه. داكشي انت وراك شي حد هاد الوصفه ولا عرفتيها انت اتخافيغ لي سيت ولا تفرجت في الفيديو ديالها في الانترنيت وطبقتها وخرجت هي هذيك يعني عجبات. يلا تفضلي فيدينا لاله عطيفه، تفيدينا. تبارك الله عليك، الله ينورك. عندنا الفطر المشلتت كناخذ واحد نص كيلو ديال الطحين وجوج معالق صغار ديال عصير الحامض. نعم. والملح وجوج معالق صغار ديال السكر سنيده. نعم. والماء باش غنجمعوا العجينه. نعم. يعني المقادير ماشي كثيره، عصير الحامض. نعم. الملح السكر والماء ونص كيلو ديال الطحين. نعم. كنجمعوا المقادير كلها مزيان. نعم. وكنخليوها ترتاح ونقسموها على 10 الكويرات وكنخليوهم يرتاحوا ساعه ولا اكثر، باش ما ارتاح راه كيساعدنا في الخدمه ديالو كيطاوع. نعم. فكنسرحوا العجينه وحده بوحده. نعم. وكنطويها على 4. الاولى كان المهم كندهن هذا الرخامه ديالي بالزيت وملي كنسرح العجينه ديالي كنعمرها بالسمن. نعم. السمن المذوب. نعم. كنعمرها بالسمن ونطويها على 4. نعم، يعني كتكون عامره من الداخل بالسمن. اي كنعمرها ندهنها مزيان بالسمن ونطويها على 4 وناخذ الاخرى نسرحها هكاك ثاني بالزيت ونعمرها بالسمن ونحط الاخرى. نعم. اللي كنطويت وكل مره ملي كنجمع ما بقيتش كنجمع مربع، كنحاول باش نجمع دائريه. باش كنجمع من الجناب ما كنربعش كندور. ملي كنسرح كل شيء هاد الكويرات اللي عندي وحده في قلب وحده والسمن كنخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه. كنشعل الفران من الفوق لتحت. كنسرح ديك هذيك الفطيره ديالي كنسرحها على قد الطاوه. صافي كندخلها الفران ومن الفوق لتحت كتحمر. نعم. طيب كنخرجها كنقدمها مع العسل. وهذه هي هذا هو الفطير المشلتت، وزعما راه ساهل. الفطير المشلتت يعني حنا كنشوفوه حتى عندهم بزاف تيديروه في المسلسلات اللي كتكون مثلا المره في البوادي عندهم، يعني هي بحال شي كيفما حنا كنقولوا الملوي وتقليدي. فوالا تبارك الله عليك. عندهم تقليدي. هذا هو الفطير المشلتت. وداك السمن والريحه ديالو كتكون راه المذوب، لا ماشي السمن الحار. لا بيان سور السمن المذوب، ولكن كتكون الريحه ديالو يعني كتبغي كتبان ريحته في هذا. تقدروا نزيدوا معاه حنايا شويه العسيله مثلا او شي. راه ملي كتقدمي مع العسل كديري العسل من الفوق وصافي، راه السمن راه فيها ما باقيش تجي لي السمن، غير كتحطي غير العسل وكيتقطع طرف بحال الطرف ديال اللي طاحت، كل واحد كيحط الطرف ديالو كيدير العسل وياكل. تبارك الله عليك لاله عطيفه، جدينا هذا الفطر المشلتت، بغينا نعرفوا ديالك الفطر ديالك تيخرج. الصحه ديالي والصحه ديالكم ان شاء الله. تبارك الله عليكم. وهذا حيت الفطير مشلتت طلبوا لي الناس بزاف، سمعوه وبغاوه ثاني نعاودوه باش يفهموا الطريقه، راه ساهل. تبارك الله عليكم. شكرا لك عطيفه، تبارك الله عليك، تحيه كبيره.